ودعا وزير الخارجية بدر عبد العاطي الاتحاد الأوروبي إلى أقصى مستويات الدعم الاقتصادي لمصر لمساعدتها في التعامل مع ملف اللاجئين، كما دعا عبد العاطي إلى مضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر. أكدت لمعالي الوزير على أن هناك ضرورة وأولوية لقيام الجانب الأوروبي بمسؤولياته من خلال توفير أقصى درجات وأقصى مستويات الدعم الاقتصادي والتنموي إلى مصر لمساعدتها في التعامل مع هذه الأوضاع الشديدة الصعوبة، وإلا لن نكون قادرين على التعامل مع هذه المسألة، وبالتالي من الأفضل على الجانب الأوروبي أن يضاعف دعمه ويوفر إمكانيات هائلة للتعامل مع هذه المشكلة، وأيضا نضاعف الاستثمارات الأوروبية إلى مصر حتى نستطيع التعامل مع هذه المشكلة ودعم ضيوفنا من مختلف الأشقاء المتواجدين على الأراضي المصرية.